أستاذ سعيد شيمي، حضرتك رائد فكرة التصوير تحت الماء، لماذا يعني اخترت هذا التوجه ووصلنا فيه لفين برضو؟ هو وأنا صبي كان في ممثلة أمريكية اسمها إيستر ويليامز، أيوة، كانت مبهرة قوي، وكنا بنتفرج عليها على أفلامها السابحات الفاتنات وحاجات. بعدين ظهر في 54 فيلم اسمه 20,000 فرسخ تحت الماء. فأنا طبعا كصبي وكده بتاع بتفرج على حاجات غريبة وكده. لكن إمتى بقى فكرت أني أصور تحت الماء؟ لما قريت الضفادع البشرية عملوا إيه في أيام النكسة في حرب الاستنزاف في ميناء إيلات، وإزاي فجروا السفن. فحسيت الله ده فيلم حلو قوي، أنا لا بعرف أغطس ولا لي علاقة، بس عارف من قراياتي إن في تصوير تحت المية، ومين اللي عمل ده؟ يات كوستو بتاع فرنسا عمل الأجهزة وبتاع، دي ثقافة عامة يعني. فرحت أصور مع علي عبد الخالق في سينا إعدام ميت، لقيت نوادي الغوص هناك، قلت له عاوز أتعلم غوص، كان عندي 40 سنة حاجة و40 سنة يعني، اتعلمت الغوص. طيب خلاص انا بقيت غطاس، طبعا الغوص ليه مراحل كتيره قوي يعني، ما بقيت غطاس. طيب ابتدي بقى افكر لازم انزل تحت المايه واصور، طب ما فيش كاميرا تحت المايه، معيش كاميرا تحت المايه. فعندي كتالوجات، كنت اراسل يجي لي كتالوجات. فاوهان بقى، كان اوهان دايت مصري اصلا ارمني مصري مولود في باب الشعريه، هو اللي عمل السدو الاهرام كاملا في الأربعينات أيام الحرب العالمية الثانية. رحت له عمل لي الهاوسنج للكاميرا، وابتديت أتدرب تحت المية. أنا أروح أسافر أتدرب بالكاميرا تحت المية عشان بالنسبة لي جديدة يعني، أيوة. ما أعرفش يعني. وابتديت أصور أفلام بالنسبة لي تدريب، زي جحيم تحت الماء، زي جزيرة الشيطان، زي مش عارف إيه، جريمة في الأعماق. وهدفي أن لازم أروح لإيلات، لحد ما رحت المخابرات العسكرية وافقوا ان انا اعمل الفيلم، وابتدينا بقى نشتغل ايلات. صعب التصوير تحت الماء؟ هو مختلف عن الارض، لكن مش صعب. انا ما عنديش حاجة صعبة، بس هو لازم تحافظي على حياتك وانت تحت المية، لان اي غلطة تحت المية ممكن يعني تعمل لك مشاكل كتير قوي في جسمك. لان في، انا هقول لك ايه بالظبط اللي بندرسه كده. احنا بيحصل لنا تغيرات بيولوجيه جوه جسمنا، لان بناخد الهواء بتاع الطبيعه ده مضغوط، فبيخش النيتروجين ازيد في الدم لفتره معينه. اذا انا ما طلعتش النيتروجين ده يحصل لي حاجه اسمه السكر الاعماق، يعني اكني بالظبط السكران، وابتدي اضيع يعني تحت الميه. غير كده الطلوع والنزول تحت الميه لازم بحساب عشان الرئه ما تنفجرش، لان الجهاز اللي بتنفس بيه ده بيضغط الرئة كل ما اغطس. ففي حاجات كتير غير العالم، الحيوانات بقى اللي حوالينا، الأسماك والحاجات والقواقع والحاجات دي. فلازم بس الحقيقة المنظر مؤكد أنه جميل تحت الماء، جدا جدا وممتع. وفعلا تحس أن الخالق سبحان الله مبدع في حاجات كتير جدا، صحيح. مش بس في الأرض، ده تحت المية في حاجات، وبتاع بالليل غير بتاع الصبح يعني. بالليل في الضلمة كل في كائنات بتطلع بالليل لوحدها يعني، ايوه بتنور بالظبط.